السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلبة الصف الأول الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هنبتدي أول درس تاريخ بعنوان روائح حضارتنا. النهاردة هنكمل مظاهر الحياة المصرية القديمة وناخد الحياة الاجتماعية. تعال كده نشوف الحياة الاجتماعية. من اسمها حياة اجتماعية، يعني ايه حياة اجتماعية؟ يعني انا في اجتماع، انا وغيري، انا وغيري. فالحياة الاجتماعية بقول دي عبارة عن العادات والتقاليد اللي تمسك بيها المجتمع المصري القديم في ايه؟ في المأكل، في الملبس، في المأكل، في الملبس والمشرب والمسكن، في المأكل والمشرب والمسكن والملبس. يبقى الحياة الاجتماعية بنقول دي الدرس بتاعنا النهاردة. من اسمها حياة اجتماعية هناخد مجموعة العادات اللي المصري القديم كان بيعملها، مجموعة التقاليد اللي تمسك بيها. واحنا قلنا ان المجتمع المصري القديم من زمان واحد، إيد واحدة، قال إن الوحدة والتمسك بتاع الأسرة ده اللي هيخليني أعرف أنجز. طول ما البيت رايق ومفيش فيه خلافات، طول ما أنا هعرف أشتغل وأنجز وأبدع وأعمل حضارة. طيب بنقول إن المصري القديم ما كانش عمره عنده تميز، كل المصريين قدام القانون واحد، خلاص؟ طيب تعال كده نقول الحياة الاجتماعية عرفنا تعريفها. يبقى أول حاجة في درسنا النهاردة تعريف، اكتب المصطلح. مجموعة العادات والتقاليد اللي تمسك بيها المصري القديم في مأكل، مسكن، ملبس، مشرب، هنقول ده تعريف الحياة الاجتماعية. طيب يا ترى احنا يا مصريين كنا كلنا طبقة واحدة ولا مجموعة طبقات؟ يبقى المصري القديم كان مجتمعه مجتمع هرمي الشكل. المصري القديم مجتمعه هرمي ايه؟ الشكل. احنا يا المصريين كانوا زمان مجتمع طبقي، طبقي واخد شكل الهرم، خلاص. فبنقول يعني ايه المجتمع الطبقي في مصر القديمة؟ يعني ايه طبقة اجتماعية؟ يعني ايه طبقة اجتماعية؟ الطبقة الاجتماعية دي من اسمها بنقول الناس دول هنعملهم فئة لوحدهم. يبقى الطبقة الاجتماعية دي مجموعة افراد من الشعب المصري بتربطهم اهداف ومصالح مشتركة، اهداف ومصالح مشتركة. كمل يا سنة اولى. بنقول المجتمع المصري القديم مجتمع هرمي الشكل، طبقي. فبنقول يعني ايه كلمة طبقة اجتماعية؟ يعني ايه كلمة طبقة اجتماعية؟ بنقول طبقة اجتماعية دي مجموعة الافراد اللي من الشعب المصري اللي بينهم من بين بعض مصالح مشتركة. تعالى كده نشوف المجتمع الهرمي ده هو. بنقول على راس الهرم اللي قاعد على القمة بتاعت الهرم ده مين؟ ده رئيس مصر، ده الفرعون. ده الايه؟ ده الفرعون، خلاص، اللي احنا كنا كمصريين بننظر له، اللي ده الاله له حق القدسية. طيب بعد كده بنقول الطبقة اللي بعد كده دي طبقة الحكام والاقاليم والوزراء واللي رجال الكهنة او رجال الدين. تالت طبقة بنقول بقى دي الطبقة بتاع أصحاب الحرف المتميزون زي ما بنقول، دول الموظفين، خلاص. فبنقول الطبقة التالتة كانت للموظفين لأصحاب الحرف المتميزون. القاعدة كانت للزراع العمال الحرفيين، خلاص. يبقى ما اجي يقول لك بما تفسر كان المجتمع المصري القديم طبق الشكل، يبقى هتقوم رسم له الهرم وتقول لي انه بيتكون من عدة طبقات وتشرح له الطبقات، خلاص. يبقى احنا الوقت خدنا ثلاث أسئلة، صح ولا غلط؟ كان المجتمع المصري القديم مجتمع موحد. بعد كده بقول اكتب المفهوم يعني ايه حياة اجتماعية، اكتب المفهوم يعني ايه طبقة اجتماعية. نكمل كده ونقول بنقول ان المجتمع ده اساسه الاسره. المجتمع اساسه ايه؟ الاسره. الاسره اللي هي مين؟ الاب، الام، الابناء. الاب، الام، الابناء. اساس المجتمع المصري القديم الاسره. الاسره هي نواه وبذره المجتمع. الاسره هي نواه وبذره ايه؟ المجتمع. بنقول الاسره اللي هي مين؟ الاسره اللي هي مين؟ الاب، الام، الابناء. الاب والام وايه؟ والابناء. بنقول كل واحد من الثلاثه دول له دور، له حاجه لازم يعملها، له واجب لازم يعمله عشان ياخد الحق.
يبقى ليه حق هياخده وواجب لازم يعمله، حق هياخده وواجب لازم يعمله. اول واحد الاب، يا ترى انت واجبك ايه؟ لازم تعمل ايه؟ اول حاجه تبقى السند والظهر للاسره دي، انت اللي ترعانا، انت اللي تحمينا، انت اللي توفر لنا كل احتياجاتنا. يبقى الواجب بتاع الاب بنقول اول حاجه يراعي الاسره ويحميها، تاني حاجه يوفر احتياجاتها. طب الحق اللي هياخده مقابل الواجب اللي عمله؟ الحق اللي هياخده الاحترام، التقدير. الاحترام وايه؟ والتقدير والطاعه. تسمع كلامه، تسمع ايه؟ كلامه. هيسمع كلامه مين؟ الام والابناء، يعني زوجته والابناء. الاحترام والتقدير من مين؟ من زوجته والابناء، من زوجته ايه؟ والابناء. طب لما اجي هنا بعد كده بقول الام، يا ترى انت الواجب بتاعك ايه اللي لازم تعمليه عشان تاخدي الحق؟ الواجب اللي لازم تعمله أي أم سواء في المجتمع المصري القديم أو الوقتي أو بعدين، فبنقول هي هتراعي البيت، هترتب البيت، هتقيم بأمور الطهي والطبخ، هترعى الأبناء وتربيها، هترعى الأبناء وإيه؟ وتربيها. طيب هتعمل إيه كمان؟ لو جوزها محتاج مساعدة هتساعده في بعض الأعمال. خلاص؟ طيب الحق اللي هتاخده؟ قال لك احنا في مصر القديمه ما حرمناش المراه من حقوقها، ما حرمناش المراه من ايه؟ من حقوقها. حقوقها اللي هي ايه؟ حق الورث يعني الوراثه، حق الشهاده لو عايزاها في محكمه تشهد تيجي تشهد، حق البيع، حق الايه؟ الشراء. يبقى تاني ما اجي اقول لك هنا في النقطه دي يجي سؤال ويقول لك قارن بين حقوق وواجبات كل من الاب والأم، الأب والأم، فأنت هتعمل جدول المقارنة وتقول وتشرح. خلاص؟ يبقى الحق حطها في دماغك اللي دي حاجة هياخدها، واجب يعني لازم يعمله، واجب يعني لازم إيه؟ يعمله. يبقى نعيد تاني ونقول إن الأم في مصر القديمة لها مكان، ده الأم دي أو المرأة دي بنقول كانت وصلت لأعلى قمة في نظام الحكم في مصر وبقت ملكة على مصر كلها زي الملكة حتشبسوت، قعدت 20 سنة تحكم مصر. إياح حتب ملكة عشان زوجها ملك، فبنقول إياح حتب حصل إيه؟ جم الهكسوس مصر، الملك سكن رعى بدأ بالمقاومة فقتل واستشهد في الحرب، بعديه مسك الحكم كاموس قتل واستشهد في الحرب، كان أحمس ملك لسه صغير أو المفروض هو اللي يتولى الحكم بعد أبوه وبعد أخوه، فبنقول كان عنده 9 سنين. أمه قعدت لمدة 10 سنين تشجعه وتقول له أنت اللي هتحرر مصر من الهكسوس، أنت اللي هتبقى البطل، أنت اللي قادر اللي أنت إيه خرج الهكسوس من مصر. وفي حتب دي كانت إيه؟ امرأة قوية شجاعة، قوية وشجاعة زي شيم وزي صفات معظم النساء اللي موجودة في مصر، اللي هي قوية ما يهمهاش جوزها مات في الحرب، ما يهمهاش ابنها الكبير مات في الحرب، دفعت بابنها الصغير وقالت له انت اللي هتحرر مصر، اديت له الدفعه، اديت له القوه اللي هتخليه فعلا يبقى هو اللي حرر مصر من الهكسوس. خلاص؟ يبقى بنقول اذكر امثله للمراه في مصر القديمه، بنقول اول واحده كانت مين؟ احنا قلناها اللي حكمت مصر 20 سنه كانت حتشبسوت. تاني واحده بنقول اياح حتب، اسمها اياح ايه؟ حتب. اياح ايه؟ حتب. كده بنقول يا ترى ايه الواجب بتاع الابناء اللي لازم يعملوه عشان ياخدوا الحق بتاعهم؟ بقول واجب الابناء، واجب الابناء يا ترى يعملوا ايه؟ زي اي واحده، زي اي اسره، حق الابناء على الاباء، حق الابناء عشان ياخدوه من الاباء لازم يعمل الواجب اللي عليهم. واجب الابناء ايه؟ اول حاجه تذاكر، انا عاوز تفوق دراسي. تاني حاجة لو انا احتجت لك تساعدني يبقى مساعدة ايه؟ الاباء والامهات، يبقى مساعدة الوالدين. تالت حاجة انا مت ارعى القبر بتاعي، يبقى واجب الابناء اول حاجة التفوق الدراسي، تاني حاجة بنقول مساعدة الوالدين، اخر حاجة رعاية القبور بعد الموت. طب انت هتاخد الحق مني ايه بقى؟ هتاخد حقك مني ازاي؟ هتاخد حقك اللي انا هعمل لك ايه؟ هعلمك الاخلاق الطيبة، هعلمك السلوك الجيد، هعلمك العلوم المختلفة، كل اللي نفسك فيه تتعلم فيه هعلمه لك، بس أهم حاجة تاخد مني كل حاجة كويسة عشان أخد منك كل تفوق دراسي. خلاص؟ بعد كده بنقول أول مظهر، أول حاجة هناخدها لمصر القديم كان يا ترى عايش فين؟
عايش ازاي، الفرش بتاعه ايه، الموبيليا بتاعته ازاي. تعالى كده نشوف. فبنقول هناخد اول حاجه هناخد المسكن. هناخد ايه؟ المسكن. في مصر القديمة كان بسيط خالص، بيمتاز بالبساطة، كان مصنوع من الطوب باللبن. يبقى المصر القديم يا إما كان دور واحد يا دورين، دور واحد يا دورين، المسكن بتاعه بسيط بس كان مصنوع من الطوب باللبن. المصر القديم بنقول عامة الشعب السكن بتاعهم يا دور يا حور يا أوضة يا أوضتين، يعني يا حجرة يا حجرتين، خلاص مسكن بسيط خالص. طب الناس الأغنياء قال لك لا، ازاي بقى، ده انا البيت بتاعي واسع وفيه حديقه بيدور او بيحب بيها الحديقه، خلاص كان اكثر اتساعا من بيوت عامه الشعب. دول الاغنياء، الاغنياء كان اكثر اتساعا، اكثر اتساعا من بيوت عامه الشعب. طب امال الفرعون؟ قال لك ده كان عايش في قصر، قصر فرعوني اكثر اتساع من داوود. يبقى تامن المسكن كان مسكن بسيط خالص، بنقول كان يا طابق واحد يا طابقين، بمصنوع من الطوب اللبن. لو نيجي نقسم ويجي يقول لك قارن بين مساكن عامة الشعب والأغنياء أو مساكن عامة الشعب والأغنياء والفرعون، فأنت هتقول عامة الشعب كان أوضة أو أوضتين، راجل على قد حاله، مسكنه بسيط، المسكن بتاعه بسيط. طب الأغنياء قال لك والله كان البيت بتاعه بيحب الحدائق. الفرعون كان عايش في قصر واسع جدا، خلاص. طب يا ترى كان ايه الايه الموبيليا اللي كانت معاهم، ايه الموبيليا اللي عرفوها عشان يفرشوا المسكن بتاعهم؟ قال لك كانت الموبيليا كان كل حاجه عارفينها على قدهم، عارفين الاسره، عارفين الوسائد، عارفين المقاعد، عارفين الايه الادوات اللي فيها الطعام، ايه للطعام والشراب. طيب بعد ما فرشنا المسكن بتاعنا، يعني خدنا المسكن وخدنا ايه الفرش بتاعه، يا ترى كانوا بيلبسوا ايه؟ قال لك بقول لك ايه، كل واحد مش بيلبس زي التاني. احنا قلنا مجتمعنا مجتمع طبق الشكل، يعني كانت بتختلف الملابس بما تفسر في مصر القديمه، بنقول بتختلف لاختلاف طبقه الاجتماعيه، لاختلاف الطبقه الايه الاجتماعيه. عامه الشعب الناس الغلابه دول بايه بياخدوا الملابس بتاعتهم من الكتان. الكتان ده منتج محلي، منتج ايه محلي، منتج ايه محلي موجود في مصر، يبقى كانوا ايه بيلبسوا من الكتان. لكن الاغنياء والفرعون كانوا بيلبسوا الحاجات الحرير المستورد، كانوا بيلبسوا ايه حرير مستورد، خلاص يلبسوه كده ويطرزوه بالذهب والفضه. ما هم اغنياء بقى ومعاهم فلوس، يبقى اما اجي اقول لك صح ولا غلط، صح ولا غلط، لبسه او كانت ملابس الاغنياء والفرعون من منتجات محليه، فهتقول لا طبعا ده حرير مستورد جاي من ايه، من فينيقيا اللي هي دوله سوريا دلوقتي، حرير مستورد من فينيقيا. لكن عامه الشعب لبسوا من الكتان، ناس على قد حالهم. طب يا ترى كانوا بيتزينوا كده؟ قال لك طبعا، شوف الجدران بتاع المعابد بتاع مصر القديم، شوف جدران الاهرامات، هتلاقي احنا كنساء بنحب التزين ولغايه الان. التزين ده صفه من صفات المراه في مختلف العصور، خلاص. يبقى كان ادوات الزينه عند المراه ايه؟ بنقول الاقراط يعني الحلقان، العقود، الاساور، الكحل، خلاص طبعا، والعطور. طيب بعد كده بنقول ايه عادات المصر القديم في الطعام، كان ياكل ازاي وكان بياكل كم مره، بيغسل ايده ولا لا، طب ايه اداب الزياره. طبعا كله كلام سهل وبسيط خالص وبيضايق اي حد يعرفه، فبنقول الطعام كان عنده بياكل 3 مرات ولازم يغسل ايده قبل الاكل. كان الاول بيقعد على الحصيره، بعد كده عارف الموائد المنخفضه اللي هي زي الطبليه، بعد كده لا عارف اللي هي الموائد المرتفعه اللي بتتقعد على الكراسي زي الوقت بنسميها ايه السفره. بعد كده بنقول والله كان بيستاذن قبل ما يروح يزور حد، شوف حاجات سهلة ازاي. طيب يا ترى المصر القديم كان بيسلي نفسه ولا لا؟ بنقول التسلية والترفيه عند المصر القديم. التسلية بيسلي نفسه ازاي؟ يا ترى كان على طول مكشر كده ومعقد حواجبه ويقول انا محدش يكلمني، مش هضحك، ده انا ورايا شغل عشان اعرف اكل واشرب. لا والله، ده هو كان بيعرف يفصل. المصر القديم كان راجل بيعرف يفصل الشغل له وقته والبيت والاسرة والترفيه له وقته. طيب فبنقول كان بيسلي نفسه ازاي؟ كان بيسلي نفسه بحاجه سهله ده خالص، مش عارفه اللي هي اسمها الصيد. بيصطاد ايه؟ قال لك والله ده انا كنت قوي ما فيش زي ده، انا كنت بصطاد الاسود، الغزلان، البط،
خلاص. طيب بتصطادهم بايه يا مصري القديم؟ قال لك لا، حاجه زي الصناره كده اسمها الشص. ده كمان كنت بستخدم الحربه، كنت بستخدم عصا الرمايه واصطاد كل ايه اللي انا نفسي فيه. طيب بعد ما اتعلمت الصيد، مفيش العاب كده ترفيهيه للافراد الاسره، يعني للرجاله وللنساء والاطفال؟ قال لك الاطفال معروف اللعبه بتاعتهم على مر العصور، غمض انا فين، اللي هي الاستغماء الوقتي، اللي هي ايه اللعبه بتاع اخفاء الوجه. بعد كده بقول لك في والله لعبه للاطفال حلوه جدا كانوا يستخدموها، اسمها العصا والطوق. العصا وايه والطوق. النساء طول عمرهم رقه، كفايه عليهم شغل البيت، فكانوا بيلعبوا ايه التقاذف بالكرات، التقاذف بايه بالكرات. الرجاله عشان هم رجاله واقوياء، فكان عليهم ايه يلعبوا العاب فيها القوة. المصري القديم كان بيلعب العاب مهمة جدا بتبين القوة بتاعته، فبنقول الرجالة كانوا بيلعبوا العاب زي التحطيب، زي ايه كمان، زي الشطرنج، حاجات كده تشبه الشطرنج الوقت، عايزة تفكير. زي ايه كمان، زي المصارعة، زي رفع الاثقال. خلاص. طيب بعد كده بقول يا ترى عرفوا الموسيقى؟ قال لك اه طبعا، عرفنا الطبل والمزمار، عرفنا الطبل وايه والمزمار. كنا بنغني، احنا كان صوتنا حلو طول عمرنا بنغني، يا بموسيقى يا من غير، بنغني لوحدنا او مع جماعات. يبقى الغناء يا اما فردي او جماعي، بنغني بدون استخدام ادوات موسيقيه خلاص، او باستخدام ادوات موسيقيه. يبقى بنقول انواع: شعبي، ديني، وطني. شعبي، ديني، وطني. الغناء يا اما فردي يا اما مع مجموعه. الغناء يا اما مصاحب لموسيقى يا اما بدون ادوات موسيقيه. يبقى ما يقول لك صح ولا غلط، عرف المصري القديم الموسيقى، تقول له اه. عرف ايه من الادوات الموسيقيه؟ الطبل والمزمار. هيجي يقول لك صح ولا غلط، من انواع الغناء الغناء الفردي فقط، فتقول لا ده كان في فردي وفي جماعي، في فردي وفي ايه جماعي. هيجي يقول لك من الالعاب الرياضيه اللي مارسها المصري القديم، لعبه التحطيبه، تقول له صح. من الالعاب الرياضيه اللي مارستها المراه، تقاذف بالكرات، هتقول اه صح، كانوا بيلعبوا مع بعض بالكوره. خلاص. بعد كده بنقول يا ترى كان عندكم اعياد يا مصريين؟ انتوا كنتوا مش بتحبوا الهيصه كده وبعتين كل حاجه حقها، العمل ليه حقه والترفيه عن النفس ليه حقه؟ فبنقول اه كان فيه اعياد. الاعياد دي متصنفه خلاص بمناسبات، فبنقول الاعياد. فيه اعياد دينيه زي عيد الاله امون، فيه اعياد عسكريه، من اسم العسكريه يعني في حرب، في حد انتصر وفي حد انهزم، يبقى عيد النصر من الاعياد العسكريه. بعد كده بقول فيه اعياد اجتماعيه زي عيد راس السنه وعيد الربيع اللي احنا الوقت لغايه الان ماشيين عليه اللي هو شم النسيم. طب فيه اعياد ايه كمان؟ قال لك فيه اعياد الدينيه، عيد الإله آمون، الاجتماعية عيد راس السنة وعيد الربيع، العسكرية عيد النصر. طب السياسية، بدل السياسية بنتكلم في السياسة عن الرئيس، يبقى عيد جلوس الملك على العرش. طيب آخر حاجة بقول لك أعياد مرتبطة بالزراعة، اللي هي أعياد إيه من اسمها في مواسم الزراعة. مواسم الزراعة كانوا ثلاثة، يا إما الفيضان يا إما البذر يا إما الحصاد، فعملوا لهم ثلاث أعياد فرحة بإيه بالموسم الزراعي. يبقى من الأعياد الاقتصادية نقط ونقط ونقط، أنت عرفتهم إن هما إيه تبع الزراعة، تبع إيه الزراعة. يبقى درس النهاردة درس سهل خالص ابتديناه، وبقول لك إحنا طول عمرنا عندنا حضارة، طول عمرنا بنحب الأسرة، الحضارة كل ما أنتجه العقل البشري، عقل الإنسان، من إيه سواء كان مادي أو معنوي. مادي يعني حاجة لمسها بإيدي، شايفاها بعيني، زي إيه، زي الأهرامات. أو معنوي، حاجة بتخطف فكري، زي العلوم، زي الآداب، زي القصص، زي الحكايات اللي إحنا المصري القديم إيه عرفها. طيب بعد كده بقول لك كان ليها عادات وتقاليد في المأكل، في الملبس، في المشرب. عرفت، وعرفت إن لكل طبقة كأنها خصائص، كل واحد على قد ظروفه عاش، على قد ظروفه عاش. اخر حاجه بقول ان المصري القديم كان بيكافح وبيشتغل، بس برضه مش ناسي نفسه من التسليه والترفيه، من التسليه وايه والترفيه. خلاص. درس النهارده كان سهل جدا جدا جدا، ولو عزتوا اي حاجه تانية اكتبوا لي في التعليقات. دمتم بخير.